أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حال النساء اللاتي لم يتزوجن في الدنيا مع من يكن في الجنة، وهل لهن أزواج؟ الله جل وعلا يقول: إنا أنشأناهن إنشاء جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هن يعودن في يوم القيامة في الجنة أبكار بدلا كنا عجائز في الدنيا، ويزوجن من أهل الجنة. نعم.